السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أقدم لكم طريقة نسخ ملفات على قرص سي دي أو دي في دي. أول شيء يجب القيام به هو تحميل البرنامج. هذا هو البرنامج، سوف أضع الرابط تحت الفيديو للتحميل. بعد تحميل البرنامج سوف نقوم بفك الضغط على هذا البرنامج إكستراكسي، فهو لا يحتاج وقت طويل. بعد فك الضغط على البرنامج سوف نحصل على هذا المجلد. هو نقوم بدخول إليه ضغطتين بالماوس، ثم نقوم بتثبيت ضغطتين، ثم نختار اللغة التي تريدونها. سوف اختار الفرنسية، ثم نقوم بتثبيت العادي سويفون. نقوم هنا بإدخال أي اسم، سوف أكتب اسم، ثم سوف أختار كريم، ثم سوف أكتب هنا السيريا، والسيريا الموجود بأيقونة ثانية. سوف نقوم بالدخول إليها، ثم نقوم بنسخ، ثم بلصق، ثم نقوم بسويفون، جاكسبت، سويفون. إذا أردتم أن تضع أيقونة البرنامج فوق سطح المكتب، نقوم بالضغط على كري إن إيكون سوغ لو بيغو، ثم نقوم بسويفون أنستال. سوف يحتاج بعض الوقت. بس نقوم بإغلاق هذه العبارة للنوافذ. نضغط على تيرميني، ثم هذه هي واجهة البرنامج. هذه هي أيقونة فوق سطح المكتب، نقوم بالضغط عليها. هنا سوف تظهر هذه الأيقونة، سوف تطلب منا إعادة إدخال السيريا. نضغط هنا على أونتخي سونيميرو سيري، ثم نقوم بفتح المجلد. ثم نقوم بنسخ هذا السرير ثانية. كنترول سي، ثم نقوم ب الضغط على هذه العلامة، ثم اجوتي، ثم نقوم بلصق بكولي كنترول في، ثم نقوم بأجوتي، ثم نضغط على اوكي. فهكذا نكون قد قمنا بتثبيت هذه النسخة. نضغط على ايقونة البرنامج لفتحه. نلاحظ هذه الايقونة، فيتدل على ان البرنامج سوف يفتح. إذن هذه هي واجهة البرنامج. هذه هي واجهة البرنامج. هنا لنسخ على قرص من نوع سيدي، وهنا من نوع دي في دي، وهذه هي الأشد دي في دي دوني، وهنا لقرص بلوراي. هكذا سوف أقوم ب سوف أشرح لكم الآن طريقة نسخ ملف على قرص سي دي. سوف نضغط هنا مرتين، ثم نختار الملف الذي نريد، نضغط على أجوتي، ثم نختار ملف أين توجد، نختار أي ملف نريد، ثم مثلا أضغط على بيغو. سوف أقوم مثلا بهذا
مثل هذا البرنامج السريع، ثم اضغط على اجد، ثم اضغط على هذه البرنامج اللق، ثم اقوم بسويفون، ثم غرافي، وسوف يقوم برنامج بنسخ ملفات على القرص. يجب ان يكون القرص داخل الحاسوب للنسخ. سوف اقوم بغرافي لكنه لن ينسخ لي اي شيء، لانني لا اتوفر الان على قرص ثاني. انكم تشاهدون يخبرني بانه ليس هناك اي سادي لكي اقوم بنسخ من الفتاه. يقول لي ان سيغير الديسك اغراب، يخبرني بذلك. اذا هذا هو درسنا اليوم، اشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في حلقات مقبله ان شاء الله.